فمن ضمن هذه الأشياء التي تشهد على الإنسان هو الكتاب، ومن ضمن الأشياء التي تشهد علينا يوم القيامة أيها الأخوة الكرام أجسادنا، أيدينا، جلودنا، ألسنتنا، أعيننا، كل هذه الأشياء، الأرض التي نصلي عليها أو الأرض التي يعصى الله عز وجل فيها، هذه شهود. الناس شهود على بعضهم بعضا، الرسل شهود على أقوامهم، الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم جميعا، الله عز وجل شهيد وكفى بالله شهيدا، وهذا الكتاب أيضا الموجود، والملائكة أيضا شهود. يعني المتصور أنه ما يراها الله ولا ما يسمعها الله يجب أن يفهم أن هذا خطأ كبير. ولذلك هنا قال الله عز وجل بعد جمع هؤلاء الناس، الآن اجتمعوا وضع الكتاب للحساب، ودليل على أنه كتاب مرئي يرونه، وضع الكتاب إما كتاب شامل لهم أو كتاب والمقصود به جنس الكتاب، وإلا لكل إنسان كتابه الخاص. ووضع الكتاب، لم يذكر الواضع من هو، قلنا لأن الغرض لا يتعلق بالواضع بل يتعلق بالوضع نفسه،